هلا والله فيكم، انا ليث وجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم يا جماعه راح نلعب لعبه ريد بول فوربس. قبل ما نبدا اليوم راح تكون الحلقه الاولى مشاهده ممتعه للجميع، فبسم الله وخلينا نبدا في اللعبه. راح نبدا في التلال الخضراء في اول ليفل. فبسم الله يا جماعه، اللعبه هدفها يا جماعه انه فيها شويه الغاز وحنحلها معاكم ان شاء الله. فبسم الله يا جماعه، ننط يا جماعه ونمشي على الجسر زي ما انتم شايفين، وهنا لازم نحرك الخشبة علشان نقدر ننط لفوق وننط على الخشبة ونظلنا ماشيين. فبسم الله راح نبدأ في الليفل الثاني، فعلى طول خلنا ننط. هنا هي عبارة عن تلال أصلا الجزء اللي احنا فيه حاليا، فيعني جوت شوية تفكير وشوية وحوش وشوية شغلات لازم نعملها. أوكي، عشان الوحش يا جماعة زي ما شايفين على الحيط وفغصناه، أخذنا يا جماعة تشيك بوينت. فبسم الله في هنا يا جماعة خشبة زي ما انتم عارفين لازم نطعجها ونطلع فوقيها زي ما انتم شفتوا. فهيك يا جماعة كويس، ثالث ليفل يا جماعة بسم الله. فخلنا ننط، ننتبه يا جماعة من البحر لأن الكرة راح تغرق. أوكي، فبسم الله بعد ما قتلنا الوحش هاي الكرة لازم نرجعها لورا. بسم الله يلا نرجعها. أوكي يلا ارجع لفوق لفوق لفوق. هسا احنا لازم نسبقها علشان هي تعدينا، وبسم الله هي زبطت يا جماعة معانا الحبكة. وخلنا ننط فوق الكرة الحجرية، وخلنا ناخذ النجوم اللي هنا وننط على طول. أوكي، بس في وحش تحت، أنا لازم يا جماعة الهدف إنه أجيب كل المراحل انه ذهبية، ميداليات ذهبية، انه اجيب كل المراحل صح وما اجيبش ولا اشي فيها غلط. فبسم الله يعني اكتر جواتها الوحوش واجيب النجوم واجيب كل الشغلات اللي بدهم اياها. فهسه لازم نرجع يا جماعة الخشب هذا اللي نقدر نحركه بالعجل. اوكي زي ما انتم شايفين هناك قدرنا نحرك الكرة باستخدام الكرة اللي احنا بنلعب فيها البلاير. فهسه احنا لازم نحرك بالبلاير الخشب والشغلات والشغلات هاي ونطلع فوقيها. خلنا تشيك بوينت، ابلع يا الوحش. هسه لازم ننط على الجسر، اول مره بحياتي بشوف جسر مكسر زي هيك، فما علينا. خلنا يا جماعه تشيك بوينت، فيها انا خشبه بس عم اتوقع يا جماعه لازم ندفش الحجر يا جماعه زي ما انتم شايفين الدائري، وفغصنا الوحش يا جماعه. وهسه لازم ندفش هاي الخشبه. فبسم الله خلينا ندفش، دفشناها هيك احسن. تمام يلا صار نطلع فوقيها. اطلع يا ليث، تاكد تمام طلعنا يا جماعه فوقيها. راح نبدا في الليفل الخامس وعلى طول خلينا ننط على طول. اوكي يعني اللعبه يا جماعه بصراحه مسليه جدا، فاذا بتحبوا تلعبوها العبوها فيش مشكله. اوكي هيك يا جماعه غرقنا الوحش بعد ما دفشناه بالكره، فخلينا ننط على الكره الحجريه وعلى طول ناخذ التشيك بوينت وننط على الجسر المتحرك. اوكي بسم الله، في نجمه بنص الجسر. اوكي هنا نطينا على النجمه واخذناها. هسه خلينا ننط، وهسه شو بدنا نعمل؟ اوكي راح نبدا بالليفل السادس. في يا جماعه وحش مدرع فما علينا. اوكي عصب الوحش تمام بسرعه يا ليث، هسه لازم نجلد الوحش هذا بلاش هو يجلدنا لانه سريع كثير في الحركه وهيك اشي. تمام خلنا ننط على المصعد. اوكي هسه المصعد بقعد يتدلع، يلا اطلع شوي 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 شوي. اوكي خلنا ننط يعني نختصر الموضوع حالنا وننفش يا جماعه الكره بلاش توقع في المي. اوكي هسه راح نبكي عليها، القصد الخشب اللي دفشناه بكينا عليها وطلعنا هنا واخذنا تشيك بوينت. هسه لازم ننزل بهاي العرباي وشوف شو راح يكون تحت. اوكي في يا جماعه انه فغصنا الوحش تمام، في يا جماعه انه لازم نرجع هاي القطعه اللي معانا لورا. اوكي ونطلع لفوق وعلى طول ندفش الخشبه. وقعت بالغلط ما علينا، خلينا نطلع زي الناس، تطلع زي الناس. اوكي ادفش الخشبه هاي تمام، دفشنا الخشبه. خلينا نطلع هسه يا جماعه فوقيها كرتونة الخشب هاي اللي على شكل مربع. تمام عدينا هذا الليفل ونبدا يا جماعه في الليفل السابع، بس في يا جماعه وحش تحت زي ما قلت لكم لازم نقتل الوحش. هسه اللي بيسأل ليش صوت اللعبه مش طالع، لانه الالعاب هاي نوعا ما قديمه فصوت النظام تاعها ما بيطلع بالتسجيل، فهذا الاشي للاسف يعني معظم الالعاب حاليا صارت زي هيك، فالالعاب قليله اللي بتدعم انه تسجل صوت النظام وصوتك بنفس الوقت. تمام فبسم الله نحرك الخشبه هاي ونرجع هاي الخشبه المربعيه لورا وننط فوقيها وعلى طول نعدي من هنا اعلى نطه. وخلنا تشيك بوينت، هسه لازم ننتبه انه راح يصير في المراحل اللي بعدها انه راح نغرق وهيك. فبسم الله على طول. اوكي خلينا نوقع الجسر هذا عشان نقدر نمشي وننتبه من هذا الوحش. اوكي يلا ابلع. اوكي تمام جمعنا يا جماعه تقريبا نص نجوم المرحله. تمام ابنت ابلع يا الوحش، جمعنا يا جماعه الميداليه الفضيه. يلا إيه ليش ما اشتغلت المطرقه؟ اوكي لازم نضلني ضاغط عليها، اشتغلت المطرقه وقعت الوحش يا جماعه. اوكي خلينا ناخذ يا جماعه النجمه اللي قبل الاخيره. وهسه هاي كيف اتوقع في ايوه الخشب اللي قدام لازم ندفشها عليها على طول. بسم الله اوكي ما زبطتش مش عارف ليش بصراحه. هسه يمكن اتوقع الغلط انه لازم ارجع الخشبه، فبسم الله رجعنا الخشبه يا جماعه. وهسه لازم ندفشها دفشه كثير قويه. اوكي
كويس زبطت الدفشة تبعتنا. فبسم الله خلينا ننط من فوق ونيجي من وراها وعلى طول ندفشها عند شو اسمها الطاحونة. اوكي فبسم الله يلا خلينا نطلع عند الطاحونة وناخذ النجمة هاي على طول. تمام فخلينا هسه نرجع نطلع على الطاحونة وبسم الله نعدي الليفل اللي بعده اللي هو الليفل التاسع. وبسم الله خلينا نقتل يا جماعة الوحش ونيجي هنا ننتبه وننط ونرجع الخشبة علشان نقدر نميل الخشبة تبعتنا اللي هي الخشب المربع لقدام ونقدر ننط عليها ونقدر نعدي المرحلة. فبسم الله هي دزيناها يا جماعة. في وحش تحت يا رب ما يدمجنا. اوكي بسم الله اوكي دمجنا الوحش. تمام يا جماعة الوحش مات. في هنا يا جماعة نجمة. اوكي فكرت يا جماعة فيش نجمة بس طلع في نجمة. خلينا ننط على الخشبة. اوه يا ريت نط زي الناس ماش مشاكل بالفيديو واخطاء. اوكي خلينا نرجع هاي الخشبات يا جماعة شوي لورا اوكي عشان يا جماعة من قدام تنطعج لفوق ونقدر ننط. اخذنا التشيك بوينت. هسه لازم ننتبه لانه اي غلطة ممكن نموت ونغرق بس انا مش راح اموت يا جماعة لاني كثير ذكي في هاي اللعبة. اوكي بسم الله يا رب اوكي الحمد لله ما وقعت بهذا الليفل. فبسم الله الليفل العاشر يا جماعة هذا الجسر اوكي زي ما انتم شايفينه مش السحسيلة هاي قصدي مش الجسر السحسيلة. شوف كيف نزلت اوكي نزلت يا جماعة معنا. تمام هسه يا جماعة لازم ندفش الوحش على طول بالمي اوكي وننط على الخشبة اللي دفشناها في المي وعلى طول الدولاب هذا اوكي لازم ايوه خلاص رفعنا. هسه ننتبه يا جماعة من الوحوش لانه هاي الوحوش بامكانها تقلب الخشب زي ما انتم شفتوا قلب الخشب الوحش. اوكي هسه احنا راح نقلب الخشبة يلا قلبنا وجينا يا جماعة على فوز الليفل يا جماعة 11 وبسم الله على طول ناخذ النجمة ندفش الخشبة هاي. اوكي خلينا نطلع فوقيها وناخذ النجمة ناخذ التشيك بوينت. اوكي هان لازم نكون متوازنين مع الوحش. ايوه توازنت اللعبة. تمام بسم الله خلينا نط. اوكي خلينا التشيك بوينت يلا خلينا نلف اللفافة هاي. تمام بسم الله خلينا نط نط كثير قوية ونبدأ يا جماعة في الليفل 12. بسم الله يا جماعة خلينا نرجع الخشبة لقدام وناخذ النجمة اللي فوق وننط. اوكي رجعنا الخشبة خلينا ننط فوقيها يلا يلا يا نجمة. اوكي اخذنا نجمة على طول. هسه تشيك بوينت وندفش يا جماعة الكرة الحجرية وبسم الله. اوكي انفغصوا انتوا الاثنين مع بعض بالحيط. هسه تشيك بوينت لازم ننتبه يا جماعة عشان يا جماعة هدول اللي بيطلعن وبينزلن اوكي بلمسن المي وهيك اشي وحش يا جماعة غبق. اوكي وهسه يا جماعة راح نبدا في المرحلة 13. اوكي هذا كيف راح يجي لنا ولا لا؟ اوكي هذا بيرجع يلف لفة كاملة. فبسم الله يا رب ما نتدمج. اوكي اوكي والله اتدمجت يا جماعة مش مشكلة مش مشكلة. المهم يا جماعة اعرف العب اللعبة زي الناس. اوكي خلنا يا جماعة نجبتين لورا وخلنا ندفش يا جماعة هاي لقدام. اوكي بسم الله هاي زبطتها يا جماعة طريقها لانه كانت راح تعلق. وهذا يا جماعة انا عارف انه راح يرجع علي فخليته يا جماعة يلف الوحش على راحته يعني ما راح استعجل عليه. اوكي يلا ابلع يا الوحش. اوكي كمان ضربة قتلنا يا جماعة الوحش. هسه هاي يا جماعة سهلة بس لازم ندفش الخشبات اللي عليها عشان تحركنا يا جماعة على الجسر. اوكي بسم الله في نجمة فوق مخبينها وخلنا نروح على التشيك بوينت. وهسه يا جماعة هاي راح تكون شوي صعبة. اوكي يلا ابلع يا الوحش. تمام وهسه يا جماعة راح نبدا في الليفل 14. اوكي يا جماعة بسم الله يا رب ما اقع من هذا الليفل. اوكي لانه انا مذاكر شوي من اللعبة انه راح اقع. اوكي لا بس هسه موقعتش يا جماعة دليل اني ذكي كنت. اوكي بسم الله نحرك الخشبة هاي يا جماعة شكل مش عارف احركها اليوم. يلا خليت حركها. اوكي حركناها. في يا جماعة الوحش ابو درع ما علينا فخلنا نجر يا جماعة الحجر هذا نضل ندفش فيه على طول. اوكي هيك كويس يا جماعة دفناه. تمام خلنا التشيك بوينت. هسه لازم ننتبه نقتل هدول الوحوش وناخذ النجوم اللي عندهم اللي فوق. وهسه يا جماعة راح ننتقل على البوس. اوكي فبسم الله هذا البوس راح يكون كثير يعني شوي صعب. اوكي خلينا نجي زي هيك حواليه. اوكي ابلع يا الوحش. تمام بسم الله خلينا نعمل هيك هيك حواليه حركات عشان نخليه يعصب. اوكي ابلع يا الوحش. ظلوا يا جماعة تقريبا خمس اربع روح ظلوا. تمام يلا ظلوا ثلاثة ارواح. هسا شو راح يعمل؟ اوكي راح ينزلنا يا جماعة وحش طبيعي. اوكي شو مش يعني انا احنا بصراحة اقوى من هيك. يلا اشوف شو دي يعمل. اوكي صار ينطنط يا جماعة الوحش. تمام نزلنا يا جماعة وحشين مع بعض على اساس اني راح اخاف. طلع هذا الوحش انحشر عند الزاوية. اوكي هسا كيف حدامجه؟ اوكي هيك يا جماعة مات. شوف يا جماعة شو بده ينزل لنا هسا. اوكي يا رب ينزل لنا اشي حلو. اوكي اوكي نزلنا يا جماعة تبعون الدروع. اوكي تمام قتلنا هذا الدرع تبعه يا جماعة وقتلنا دوب الثاني. يلا تعال ابلع ابلع. هسا يا جماعة الوحش ايش راح يعمل؟ اوكي بلش يا جماعة يهزز المنطقة. اوكي بسم الله يلا ابلع يا الوحش. اوكي هسا ببلش ينط واحنا يا جماعة لازم نتفادى الوحش نراوغه. اوكي راوغنا. تمام ابلع كمان مرة ضلك اخر روح يا الوحش. اوكي يلا لازم نراوغه زي كل مرة.
فأنا باوغ فيه. أوكي ابلع يا الوحش، هيك يا جماعة فزنا على هذا الوحش. شوفوا يا جماعة كيف الوحش فقع. أوكي هيك يا جماعة خلصنا يا جماعة من التلال الخضراء. والمشكلة إنه في بيض، والبيض قاعد بفقس، يعني في وحوش أكثر وزعماء أكثر، فما علينا من هذا الموضوع. إلى هنا يا جماعة وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى هذا الفيديو يعجبكم. بس كان معكم ليف جيمينج 0000، ومع السلامة.